أول شيء نترحم على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. اليوم قامت قوة مستعربين من وحدات خاصة دخول بسيارات مدنية إلى مخيم جنين، إلى وسط مخيم جنين، تمكنوا من الدخول، وهذه هي المأساة أنهم تمكنوا من الدخول إلى مخيم جنين، وقاموا بمداهمة بيت، وحصل هناك اشتباكات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وتم تعطيل عليه آليتين، وهناك إصابة جندي إسرائيلي بإذن الله تعالى.